أنا خجلان من حالي لأنه أنا ما دفعت عنك. أنا ما بستاهل كون. بترجاك عمي ماهيش، خلص لا بقى تقول هيك ولا تأذي حالك. بترجاك يا بنتي، بترجاك تسامحيني. أنا عرفت الحقيقة من شيرين، وبعرف كمان يا بريتا يلي عملتي انت والكل عائلتي، حتى اني بعرف الشغلات اللي عملتها شيرين فيكن. ايه بريتا، انا هلا بعرف كل شي عنها. ويلي خبرني راج حكالي كل شي عنها. هو من قبل كذب وتراجع عن كلامه واتهمك لإلك، بس انا كنت عم اقول لحالي انه انت مستحيل تعملي هيك شي، وانه مستحيل تضحي بعيلتي. لهيك انا وظفت محقق وبمساعدته خليت راج يعترف، وانا عرفت كل شي. انت وسارلا وشريستي كنتوا عم تخاطروا بحياتكن بس مشان تحموا عيلتي. هذا لأنكن بتعتبروا انه عيلتي هي عيلتكن. بنتي انا بعرف انه كل شي عم تخبرينا فيه كنتي عن اللي اسمه شيرين كان صحيح 100%. شيرين واحدة خبيثة كتير. عمي انت بتعرف امي ما بتكذب ابدا، ولحتى تمنعها لشيرين انها تتزوج من ريشاب خاطرت بحياتها. بس شو كان المقابل منكم؟ بصراحة يا عمي الإهانة اللي تعرضت لأمي ببيتك ما كانت بسببكم، كانت بسببي أنا، لأنه أنا خبرت أمي أنه شيرين واحدة خبيثة كتير. وقت سمعت هذا الحكي وعرفت بنفسها حقيقة شيرين ما قدرت تمنع حالها، راحت لعنكم فوراً لتخبركم الحقيقة. راحت لعنكم يا ريتا ما راحت. أمي انهانت كتير بسببي. بنتي بترجاكي لا تبكي وثقي فيني، انتي بتوثقي فيني. لهيك يا بريتا انا بوعدك اني رح عاقب شيرين، وبوعدك انه انتي وعيلتك رح ترجعوا على هداك البيت مع كل الاحترام. رح رجع لكم كرامتكم ورح رجع لكم حقكم. وامك تعرضت للإهانة بس أنا بوعدك أني رح أعتذر منه قدام الكل، بس المهم تسامحيني. ولا تقلقي، أنت تعالي معي ورح تشوفي كيف رح عاقب شيرين. بس بالأول أنت رح تعاقبيها، اعملي اللي بدك يا فيها، وبعد هالشي رح ناخذها على المخفر ورح نسجنها. يلا لا تخافي، أنا رح أخذ حقك. يلا